أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: كنت في المسجد يوم الجمعة ورأيت شخصا يؤدي تحية المسجد واضعا المصحف على أرضية المسجد، فقلت: هذا الفعل لا ينبغي. فقال هات دليلك على عدم جواز هذا الفعل. السؤال: هل قولي صحيح وما هو الدليل عليه؟ إذا كان المصحف على فراش على سجاده لا بأس، أما إذا كان وضعه على الأرض فلا يجوز هذا، لأنه امتهان للمصحف. إذا وضعه على الأرض امتهان، أما إذا وضعه على سجاده أو على فراش يصلي عليه فلا بأس بذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.